القوات الإسرائيلية تواصل مطاردة مئات الدخان الأسود الكثيف المتصاعد من كل جانب. قبل لحظات كنا نتابعه لعله جرى. أهلنا في فلسطين محتاجيننا نقف جنبهم كتف في كتف في الوقت ده، وعشان كده مؤسسة حياة كريمة هتساهم في دعم أهلنا في فلسطين بكل المساعدات الطبية والغذائية الممكنة. شاركنا في دعم ومساندة أهالي فلسطين من خلال التبرع على الحسابات التالية: كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين.